الغذاء العضوي أو الأورجانيك فودز هو الغذاء الكامل المفيد ذو القيمة الغذائية الكاملة للجسم، على الرغم من أنه كان ببادئ الأمر نادر جدا وكان وجوده مقتصر على المزارعين وبعض التجار. اليوم فينا نقول أصبح نموه أسرع بأسواق الغذاء على الرغم من ارتفاع كلفته. ماذا يعني الغذاء العضوي؟ وهل هو آمن ومفيد؟ أسئلة رح بيجاوبون عليها ضيوفنا الاختصاصيات بالتغذية ميسا تيار وميشيلا فرح ضمن الغذاء الذكي. ميسا وميشيلا اهلا وسهلا فيكم بضيافتنا، هذا موضوع كثير مهم خاصة بهالوقت الحالي عم ينطرح يمكن فينا نقول بشكل كثير قوي. بداية كيف فينا نعرف أكثر وأكثر على الغذاء العضوي؟ شو هو؟ هلا مثل ما قلتي صار اخذ ضجه كثير قويه اخر كم سنه كل شيء اورجانيك والاكل العضوي، ونحن حبينا نفسر اكثر شو يعني اورجانيك من ناحيه اللحوم، الدجاج، السمك، من ناحيه الحليب ومشتقاته، الفواكه والخضره. واذا اورجانيك هل يعني مغذي اكثر؟ هل يعني صحي اكثر؟ واهم شيء شو الفرق بين الزراعه العضويه والزراعه التقليديه؟ اوكي، خلينا نقسمه نحن بشكل هينه اذا بدكم اكثر على عم بتشوف. رح نفسر اول شيء شو يعني اورجانيك بالمطلق. كل شيء ماكولات عضويه تنتج عن طريق اساليب ما بتضم المساهمات الصناعيه الحديثه يلي هن المبيدات الكيماويه، الاسمده الاصطناعيه، ما فيها جينيتيكلي موديفايد فود، يعني مثل بس نشوف العنب والبطيخ بلا بذر، وما في راديشن يعني، وما في فود اديتيفز كيماويه. اوكي، هلا بالنسبه للحيوانات رح فسر شو يعني اورجانيك. حسب وزاره الزراعه بالولايات المتحده يعني اليو اس دي اي، كل شيء لحمه، دجاج، بيض، حليب ومشتقاته عضوي بيجي من حيوانات ما بينعطوا هرمونات ولا انتي بايوتكس، واكيد عندهم حريه التجول يعني مش محطوطين بقفص. اوكي، اما بالنسبه للاغذيه النباتيه يعني الفواكه والخضره والحبوب العضويه تنتج من دون استعمال مثل ما قلت الاسمده المعموله من ميه المجرير او الاسمده الاصطناعيه، وما بيكون فيها مبيدات تقليديه ابدا. اوكي، طيب بس نحكي عن الاورجانيك فودز، هل نحن بمنقى عن كل الاحاديث اللي صايره فيما يخص الامن الغذائي؟ يعني بنكون نحن بامان بهذا الموضوع بهالناحيه، يعني اللي امننا وكانه شلنا قسم من الاشياء اللي بتضر بصحتنا وبجسمنا؟ مزبوط 100%. ليش؟ لانه المزارع الزراعه العضويه بيستعملوا كل شيء اساليب طبيعيه، يعني بيستعملوا اسمده طبيعيه ما فيها كيميكلز. اوكي، بيستعملوا مثلا بيعملوا تنوع وتناوب للمحاصيل يعني روتيتنج كروبس، بيغطوا المحاصيل مثل ما بنشوف بالجرين هاوس هيك تزيد من خصوبه التربه. بيستعملوا حيوانات وطيور حشرات سوري وطيور يتخلصوا من الحشرات والامراض يلي بتقضي على النباتات. اوكي، فهيدا كله مفيد لنا، ومع الوقت بتزيد من صحه وعضويه التربه، وهيدا بيؤدي لمحاصيل غنيه بمواد غذائيه اكثر سنه وبيور. بعد سنه، وفينا نقول بيور بهالحاله نيوتريشس كثير، عرفتي؟ مغذيه اكيد مغذيه، وبنكون حافظنا على النظام الايكولوجي كل الايكولوجيكال سيستم، وبعد احسن من هيك انه ما في مبيدات كيماويه تتسرب بالمي الجوفيه. أوكي، وتوصل على البحر. طيب ميسا اكيد رح نرجع نتوسع بهذا الموضوع اكثر، ولكن ميشيلا كمان وجهه نظرك، يعني كتار بس يحكوا او يسمعوا الاورجانيك فود بيقولوا هيدا للاليت او للنخبه او لنوعيه معينه من الناس لانه تكلفته كثير عاليه. مزبوط. وما هالقد في له يمكن اماكن بيع، عرفتي، لحتى تكون متوفره، وكانه بدك تقصدي محل معين لتاخذي الاورجانيك فود. هو مزبوط انه هلا خصوصا هلا عندنا مثلا بلبنان يمكن ما في اورجانيك بديل لكل شيء، وكمان مثل ما قلتي غالي كثير، بس في كم غرض صراحه افضل ينشروا اورجانيك، لانه في مثلا فواكه وخضره فيهم كميه بيستسايدز او
كيميكلز كثير عالي وما بيروحوا بس بالغسيل. يعني مثل شو؟ خلينا نقول شو الافضل ينشر اورجانيك؟ شو الافضل ينشر اورجانيك؟ مثل فينا نحكي عن البطاطا. البطاطا وحده منهم، لانه هلا صاروا عم بيزرعوا البطاطا برات الارض، فعم بيرشوها كثير بالبستسايد. اوكي، فكثير مهم انه واحد ينقي البطاطا اورجانيك. ونحن كمان بناكل كثير بطاطا بالنهايه، سو افضل ينشر اورجانيك. وهيك هيك عم ناكلهم مقليين، فخلينا نخفف من شيء مضبوط. ما رح يروح بالقلل بستسايدز ولا شيء. اكزاكتلي. اذا بدنا نحكي شوي عن الفليفله، الفليفله الخضراء والصفراء والحمراء والكرات سيلري، هولي القشره تبعيتهم كثير بتمتص بستسايدز، ففيهم كميه كثير عاليه، فافضل هول انواع كمان ينشروا اورجانيك. طيب البقدونس، النعناع، البقلي، الخس، كل شيء حشايس خضر كثير والخس مفروض يكونوا اورجانيك، لانه برشون كثير بستسايد، لانه الحشرات كثير بفوتوا عليهم لهالانواع الخضره. سو كمان افضل، يعني اذا لاحظت اكثر يعني اغلبيتهم يلي نحن بناكلهم تبوله مثلا، اذا بدنا نحكي بيجات التبوله يعني تقريبا كله، تقريبا كله البصل. البصل ماشي حاله، وفي ناس ما بتحب البصل من اساسه. طيب الفراز، نحن بنسمع الفراز كثير معرض لانه يلقط ويشرب مواد كيميائيه. كل شيء فواكه عندها اذا بدك قشره كثير رفيعه او ما عندها قشره اكيد رح يكون فيها بستسايدز كثير، مثل الفراز والكرز، مثل التفاح والذرة، مثل المشمش والنكتارين، مثل كل شيء، انواع التوت، بلو بيري، رازبيريز، حتى العنب. سو هول كلهم كمان افضل ينشروا اورجانيك. سو عديناهم، هول بيسموهم ذا ديرتي دازن، 12 نوع خضره وفواكه اساسيات، اساسيات لانه كثير فيهم بستسايدز. نوت اورجانيك او نون اورجانيك شو هن؟ اي بنقدر ناخذهم من الفواكه والخضره حتى واحد ساعتها يشوف البادجت تبعيته شو بتسمح له. مزبوط. النوت اورجانيك، النوت اورجانيك يعني كيف عندنا الديرتي دازن عندنا الكلين 15. اوكي، هول الفواكه والخضره قشرتهم سميكه ما بتتسرب بقلبها المبيدات، واصلا من الاساس ما بيرشون كثير. اوكي، ما بيرشون كثير. ساتش اس مثل عندنا مثل ما قلت في البصل، عندنا الافوكا، عندنا هون عم نشوف صوره الكلين 15، عندنا البصل، الافوكا، الهليون، عندنا السويت كورن او العرانيس، الباين ابل، البازيلا الحلوه، المانجا، الباذنجان، البطيخ الاصفر والبطيخ الاحمر، السويت بوتيتوز او البطاطا الحلوه، الكيوي الملفوف، الجريب فروت، والمشرومز او الفطر. بس استغربت انا على المشروم، لانه المشروم فوق اي بس انه بناكله يعني حتى ما بيحمل غسيل كثير. مظبوط، حتى بالاكل يعني هن تلاقوا جمعوا بيانات حكوميه وفرجت انه هول ال 15 فواكه وخضره ما عندهم كميه مبيدات عاليه حتى بعد الغسيل. سو ما ضروري ينجيبوا اورجانيك، لانه صراحه كب مصاري على الفاضي يعني. اوكي، يعني هدول من الاشياء اللي فينا نشتريهم مش اورجانيك، بينشل حال بنكون نحن اون ذا سيف سايد بالامان. في غير قصص كمان، بس بنحكي عن المعلبات، يعني المعلب عندنا ما له معنى ينجيب اورجانيك ان كان بالطنك او بالغلاف البلاستيك، لانه فيهم مواد حافظه طيبقى الاكل سليم، طيضاين الاكل. اوكي، سو في شيء اسمه البي بي اي اللي هي هرمون اصطناعي بيستعملوه بانتاج البلاستيك، وهيدي ماده سامه ومسرطنه. أوكي، انه كل الهدف من الاورجانيك هو انه نتخلص من كل السموم. وفي 7 انواع بلاستيك مثل ما عم نشوف هون، عندنا من 1 ل7. اوكي، نحن بهمنا رقم 2، 4، ورقم 5. اي هو ليش بده يهمونا؟ بهمونا لانه ما بيسببوا خطر علينا، ما بيسببوا خطر كنوع بلاستيك. خلينا شو عم نقولهم اللي هن؟ 2، 2، 4. اوكي، و5 هو بيكونوا مكتوبين تحت، مكتوبين تحت، اذا بنقلوا بالتبر او القنينه مكتوب تحتهم. مزبوط 100%. أوكي، فينا نخلي الاكل بقلبه، بس بعد احسن من هيك وافضل انه نجيب بالازاز، ان كان اورجانيك او مش اورجانيك افضل نجيب الخل بالازاز، الكاتشب بالازاز، كله بالازاز. يعني اذا عم نحكي بالتنك اكيد لا. نو اكيد ديفينتلي لا، ما لها معنى، حرام. أوكي، يعني اورجانيك عم بتجيبيها اورجانيك ومحطوطه بتنك، ما انتزعت من بحطوا هن مثل بروتكتيف لاير حول التنك كرمال يضل الاكل ما ينتزع، تا ما يجي ان كونتاكت مع التنك، لانه بصير توكسيك لنا. مسمم. مظبوط. طيب قنينه الزيت اللي بنجيبها
لازم دغري نفضي الزيت من قلبها، ولا اذا كانت محطوطه مثلا بمواصفات بإزاز اكثريتهم، او في منهم تنكي حتى مثلا اللي بيكونوا جايين للضياع وكذا. مزبوط. اذا جايين اذا تنكي افضل 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 اكيد. اي ايه واحد يفضيهم بشيء ازاز افضل. هلا في كم نوع معلبات؟ مزبوط قلنا انه المعلبات انه ما لازم ينشروا اورجانيك، بس في كم شغله مثلا زبده الفستق اذا كانت بينات باتر اذا كانت اورجانيك في اقل بكثير من البستسايدز من النون اورجانيك. ف وبينات باتر كمان اذا عم تشتري اورجانيك لانه اغلى اكثريه الوقت موجود بازازه بحطوها بازازه. الكاتشب مثلا فيها كميه انتي اوكسيدنتس اعلى كثير من الكاتشب العادي، فاورجانيك كاتشب افضل. والكورن فليكس لانه بنعطيه لاولادنا الكورن فليكس بين انه اورجانيك كورن فليكس ما في ابدا كيميكلز، بينما العاده بيكون فيه بيستسايدز عالي. فهول ثلاث قصص انه بنشجع العالم لانه ما بنشتريهم دائما، بنشجع العالم انه يشتروهم اورجانيك. طيب بصراحه يعني انتم هلا بالسوق وبتعرفوا اكثر، بده يفوت على سوبر ماركت بده يشتري بين الخضره الطازه والفواكه الطازه والمعلبات، قد ايه بتفرق البادجت تبعته؟ يعني قد ايه عم نحكي نحن فرق؟ لانه بنشوف سكشن للاورجانيك فود انجأ يمكن بيكون ثلاث اربع رفوف والباقيين سوبر ماركت بكملها الاشياء الثانيه، هل قد بتفرق بالسعر؟ كثير بتفرق. مظبوط. يعني قد ايه؟ تريبل؟ يعني ثري. تريبل يعني مزبوط. بيطلع ثلاث اضعاف سعر الشغله العاديه. مزبوط. يعني فيك تشتري انه ست بندورات ب 6000 ليره. مزبوط. شفتي بتفرق منيح يعني. بتفرق كثير. لانه في مان ليبر اكثر. لانه يد عامله. يد عامله اكثر. مزبوط. وبعد مش مطلوبه كثير فبعدها غاليه، بس تصير تنطلب اكثر بيصير في سبلايرز اكثر بيصير ارخص. طيب اذا بدنا نحكي عن المعلبات الاورجانيك، هن كلهم بيجوا من برا ولا في شيء تصنيع لبنان؟ في عندنا معامل بتصنعهم بلبنان؟ اكيد في. اوكي. في عندنا مثل زيت المفترض ساعتها تكون المنافسه تخفف شوي من سعرها يعني للاشياء اللي بتجي من برا المستورده. مستورده اكيد اغلى، وفي عندنا ما تنسي في الدجاج واللحمه كمان. يعني اي ما قدرنا نحكي بعد ما حكينا عن كله رح نحكي عنه. بس نحن عم نجرب نشوف ليش هالقد مش متوفر بسعر اقل، يعني عم نحكي نحن اذا كان في انتاج محلي شوي بخفف من أكيد من هالضغط ومن روح المنافسه كمان. في انتاج محلي، في انتاج محلي اورجانيك، بس كمزارع فيك تقولي اكثر طبيعيه ناتشرال مش عضويه يعني. وما في طلب مثل ما قلت ميشيلا بعد، ما في هالطلب كثير، وبس ما يكون في طلب مزبوط بيغلى ساعتها. طيب نحن ما بعرف ليش دائما بيعلقين باذهاننا انه حتى البرودكت اللبناني عليه علامه استفهام، بغض النظر ان كان اورجانيك مش اورجانيك شو ما قرينا دائما نقول لا خلينا ما زال هيك ما ندفع منجيب المنتج الاجنبي. بيقولوا لانه ما في مراقبه يمكن بلبنان، بس صراحه صار في شركات كثير ووحده منهم هي شركه الليبان سيرت. ابتداء من هلا جولاي يوليو 2012 هالشركه بتقدر تعطي شهاده اورجانيك شهاده لحيلا الى المزارع الاورجانيك. هيدا الليبل، هيدي هي الليبل للمزارع الاورجانيك المحليه. بيقدروا يعملوا اكسبورتيشن للاغراض يصدروها. فهي شغله كثير مهمه وان شاء الله مبلشه مش من يعني بعد شهرين ثلاثه. فهي شغله مهمه. شو محتوياتها؟ شو اكثر اهتماماتها هيدي الشركه؟ على شو بتركز أكتر؟ هلا اكثر شيء مركزه على الخضره والفواكه. وكمان مركز هلا بلبنان موجوده حليب ومشتقاته والبيض. بعد لهلا ما عندنا لحمه ودجاج. اوكي. ان شاء الله قريبا، بس هلا بعد ما في. مثل ما قالت ميسا ما في اورجانيك فارمينج، بس في ناتشرال فارمينج انه بيخلون بالهواء الطلق. مش بقفاص ومزروبين. نظام غذائي بيعطون مثلا ما ضروري اكل اورجانيك، بيعطون اكثر اكل نباتيه يعني بيست اون جرينز على الحبوب، يعني بيركزوا على قصص طبيعيه اكثر من انه عضويه. يعني بعد ما في حدا عنده شهاده ولا مزارع ما في شهاده انه اورجانيك عضوية. اوكي. طيب ما بعرف اذا لها علاقه او ارتباط انه هلا بنحس الامراض صارت كثيره، الكانسر صار كثير كمان، ما بعرف اذا لها علاقه بالغذاء هالقد. لو نحن كنا بحاله وعي انه اهلنا وجدودنا كانوا ياكلوا شيء ونحن هلا بناكل شيء بس بنكمل بهيدي المود اوف فيو وطبيعه حياتنا وبننسى وبتحس الامراض عم تكثر، هالقد المواد الكيميائيه اللي بتفوت على جسمنا ممكن
تسبب يعني منقول من تفاحه من فراز من خسه مش يعني بسيطه كل شيء بيستسايد صار عنده لينك بكذا نوع كانسر بريست كانسر سرطان الثدي كانسر البروستات عند الرجال سرطان الرحم كولون كمان بعتقد والكمان اللوكيميا فهول شغل يعني كم شغله وكمان فينا نقول انه مش بس بكانسر في كمان بيعملوا تاثير على الصحه عند البيبيز وعلى الكبار اول شيء بالبيبيز بياثر كثير على الاميون سيستم تبع البيبي المناعه سيستم المناعه وعند الكبار كمان بتاثر على المناعه عند الكبار ممكن يحسوا بعوارض مثل طفره او راش على جسمهم الرجي على جلده او العيان نفس او التعب دائما تعبان الشخص او بيصير يتعرض اكثر لالتهابات وحراره عاليه وحتى الدبريشن ليه زايد الدبريشن هلا اي اغلبيه العالم عم بيزيد الدبريشن معصبه ومكتئبه إيه؟ إلا علاقه هالقدر إلا علاقه لانه هول كلهم عم بيغيروا الهرمونز تبع الجسم سو عم بيأثروا على الجسم بطريقه ونحن كل اكلنا يعني بالنهايه صار انه بدنا شيء سريع صار سو كل شيء معلب كل شيء ما بقى في شيء فريش طازه لا وحتى لو اخذت الفريش يعني كله مرشوش ما هي اكزاكتلي ما هو مرشوش يعني بالنهايه طيب اذا انا ببيتي بتبع نظام الاورجانيك اوكي انا اي كان افورد او بقدر اسمح لحالي اجيب كل شيء اورجانيك بس ابني بالمدرسه او بنتي بالمدرسه منهم هيك بيروحوا على المطعم منهم هيك لما بتدخلي على جسمك الاورجانيك ونون اورجانيك بيكون كمان له تاثيرات على الجسم؟ نو بتكون عم بتساعدي حالك لانه يعني عم بتخففي كميه البستسايدز اللي عم بفوتوا على جسمك صحيح عم تاخذي كم غرض انه نون اورجانيك بس بتكوني بدل احسن بكثير مع شخص انه عايش حياته على الخضره والفواكه العاديه اكيد افضل طيب في حال واحد منه قادر يامن هالشيء كيف بيقدر يحمي حاله من المنتجات اللي عم تجي في كم طريقه بيقدر يحمي حاله اول شيء واحد لازم يشتري بالموسم اوكي يعني مش يشوف غرض مثلا عنبية هالقد بغير موسمها مثلا لا لانه كل شيء بالموسم يعني ما بيرشوا كثير بيستسايدز لانه ما عم بيعملوا ستورج لفتره طويله ما عم بيكبروه بالقوه ما عم بيكبروه بقوه مزبوط كمان واحد يشكل مش انه مثلا في اولاد ما بياكلوا غير نوع واحد من الفواكه او نوع واحد من الخضره ستروبري مثلا او بس خيار باكل نو بدهم يشكلوا كل يوم لانه بس تشكلي شو عم تاكلي بتكوني عم بتخففي التعرض لبستسايد وحده لانه بالنهايه في ديفرنت بستسايدز لديفرنت خضره وفواكه سو هي شغله كثير مهمه كمان بيقدروا يشيلوا الاطراف مثلا خيار بينشال الاطراف والكرات سيلري بينشال الليفز تبعولها لانه هون اكثر شيء بيعبي البستسايدز الخسه والملفوفه ينشالوا القشره البرانيه تنشال يعني كمان يبقى القلب او حوالي القلب مش تصغر هالقد بس انه يجربوا يشيلوا اول اثنين لايرز بخففوا البستسايدز وشغله كثير مهمه اذا بيقدر واحد يقشر الخضره والفواكه او يسلقها افضل بيكون مخفف كميه البستسايدز بس هون بيكون عم بيشيل الالياف وبيكون عم بيشيل الفيتامينز فكرمال هيك اوقات اورجانيك احسن مغذيه يعني لانه الاورجانيك فيك تاكليه طازه وبالقشره اوكي وشغله يلي كثير كلنا بنعملها منغسل كل الخضره والفواكه اول ما نشتريهم بنحطهم بالبراد اكزاكتلي انا هيك بعملها ما لازم نعمل هالشيء لا شو بيصير القشره تبع الخضره والفواكه مثل جلده الانسان فيهم بورز اوكي مسام اوكي بيفتحوا بس تغسليهم سو بيصير يفوت المي والبستسايدز لجوا طيب واذا نظفتيها ما بيروح المواد بتنظفيها قبل ما بدك تستعمليها دغري حتى ميتنا مش نظيف يعني ما عم تعرفي كمان حتى لو مية الشرب او يعني بدك كمان مي كثير خفيفه بال كمان يعني لا من هون ولا من هون يعني يلي عم يقولوا انه افضل يتغسل دغري قبل من الاستعمال مزبوط يعني طالع بالنا بنادوره بنشيلها وبنغسلها دغري وبناكلها طيب في طريقه معينه للغسيل كمان؟ نو صراحه نفس الشيء
كل مي. غسيل لانه بتسمعي شيء ما ضروري الصابون ما ضروري القصص الخل او التطهير كله مثل بعض، المي رح تشيل نفس كمية المي. هي سيتا هي سيتا. طيب بالنسبة للأرض الشوكي، ما أنه عم نحكي عن القشة اللي بينشال قشرة من برا، الأرض الشوكي بتحمل؟ يعني فيها كمان مواد كيميائية؟ هي السيف، هي من السيف لأنه سميكة، يمكن لأنه سميكة ولأنه إلها مروسة، ما هو الكل لون، هي لحالها عم تقدر تبعد الحشرات عنا، تحمي حالها، تحمي حالها، فما ضروري يرشوا لها كثير بيستسايد. طيب الخيار والمقتة هلا ما حكينا عنهم، في ثلاثة بلبنان حكينا عن الديرتي دازن، هول انترناشونال، بس بلبنان اذا بتتذكر ب 2009 طلع في مشاكل انه عم نرش كثير، عم بيرشوا المزارع عم بيرشون بكميه بيستسايدز اعلى من النورمال. سو بين انه كمان عندنا الخيار، البندوره والكوسا. اوكي. هول افضل بلبنان كمان ناخذهم اورجانيك. اوكي. لانه كمان بياخذوا كثير مي، بياخذوا كثير مي، بفوتوا معهم المبيدات وكل الاسمده الاصطناعيه. جينان بعثت لنا هلا على السريع عم تسال، طب اذا في حال ما غسلنا الفواكه وحطينا براد، براد ما بينجوي بهال الميكروب والبكتيريا والقصص؟ ما بينجوي، يضلهم بكياس تبع السوبر ماركت، بكياس او بشقفه اذا مش بكياس يعني. اوكي. الكيس ما عليه تفاصيل لحتى نقدر نفهم الناس، في ناس بيقولوا نفتح الكيس تيضل مهوى افضل من انه نسكره، هو شو الاضبط طريقه؟ يفتحوا الكيس بس يتركوه بالبراد بقلب الكيس. مزبوط. واذا عندهم جرور خضره خلص هالجرور الخضره مسكر مخصصه لهيدا، بس بعد افضل بشقفه ما تجي ان كونتاكت مع البلاستيك من الكيس. اوكي. من الكيس. طيب الخيار في حال جبناه العادي مش الاورجانيك وشلنا الاطراف مثل ما كنت عم تقولي مشلها من شوي، طيب وحتى قشرناها ما بنكون صرنا اون ذا سيف سايد او بامان اكثر؟ يعني شلنا القشره من برا كلها احسن. احسن بس خسرت غذاء يعني صرت كل الالياف تبع الخياره. اوكي. طيب في كثير اوقات بنسمع انه الاورجانيك هو مش بس انه اون ذا سيف سايد وعم ناكل اكل ونحن متاكدين من سلامتنا الغذائيه، كمان لو دفعتي حق الشغله اكثر تبقى عندك بالبيت او بالبراد مده اطول، هيدا الشيء صحيح؟ مزبوط، خاصة بالخيار، الخيار لأنه أكثر شيء بياخذ مي، وبتلاحظي هلا إنه كيف دغري بأزيد بس نحطه بالبراد على كمية النيترات الموجود بالأسمدة وكمية المي، بقى دغري عم بينتزعوا ما بيضاينوا، بتلاحظي قبل كانوا يمونوا يضاينوا أكثر الأكل. إي ما بعرف هو ليه نحن سامعين إنه بالأورجانيك بيضاينوا أكثر البرودكت اللي بتشتريهم، يعني عمرهم أطول من العمر الخضرة أو الفواكه. ناتشرال أكثر لأنه ما في كيميكلز. طبيعي. أوكي. ما في كيميكلز، ناتشرال أكثر، ولازم في طريقة يعني تنخزنهم كمان، في منهم ما لازم ينحطوا بالبراد بينتزعوا أكثر، في منهم لازم نتركهم برا. مثل يعني؟ مثلا بنرجع بنعيد الخيار، مثلا بالشتويه لازم يضل برا. اوكي. لانه بينتزع دغري بقلب ال بكرنش، بتحسيها هيك مدري كيف بتجعلك كلها وبتزمزم. اوكي. كل ما كانت برا افضل، برا خاصه بالشتويه يعني. طيب الفول، البازيلا، اللوز، هلا موسمهم يعني مزبوط. شو محلهم من هالموضوع كله؟ محلهم من الاعراق. هو السيف لانه كلهم عندهم غلاف لحالهم. اوكي. فذر سيف. بس sometimes اوقات بناخذ الفول بنحس بترابه بشغلاته، يعني بتبقى بتاكليها يعني، عرفتي؟ مش الكل بيغسل الفول مثل ما هي. افضل يتغسل اكيد. افضل يتغسل بس ما بيستعملوا كثير رش عليه، يعني بيطلع بموسمه، بنرجع بنعيد عم ناكل الفستق حلبي بموسمه، عم ناكل الفول بموسمه، بازلا يعني بتلاحظي وقت ما تاكليه بموسمه اصلا ما بيتاكل يعني. مزبوط. طيب لها علاقه حجم القطعه بسلامتها؟ يعني مثلا كثير بنسمع خيار، نقوا الخيار الصغير البلدي بيبقوا موثوق منه اكثر من هيداك محطوط له ادويه، وبتلاقيها خياره كثير كبيره وتخينه مثلا وكلها مي من جوا. هلا هول بتصور انه بيختلف نوع الخيار. اوكي. في خيار انه في نوعين، مش في الخيار اللبناني هو ذا سيدز تبعوله هن بيطلعوا صغار، وفي خيار انه بيطلعوا كبار، هي مش شغله كثير مهمه مش يعني. بوندر بير يعني. لا لا يعني برا عندهم الخيار الكبير. أي. يعني دي هول غير انواع سبيشيز من الخيار بس. بس مثلا اكيد اذا بواحد تنقول فكره مثلا شكليا، هي شكليا شكليا بتطلع غير،
على اذا شيء مثلا منرش كثير بالبيستسايد اكيد رح تلاقيهم حجمهم اكبر من من الاورجانيك. اذا بتشوف الاورجانيك بندوره كلهم صغار مهضومين بينما البندوره العاده دائما كبار وهيك حبه واختها. وحتى بالاورجانيك وحده يمكن تطلع كبيره وحده تطلع صغيره، يعني ما في قياس واحد بالاورجانيك، يعني يمكن هذا الشيء ما يلفت النظر للعم. طيب اذا بدنا نفوت اكثر بطريقه الزرع الاورجانيك، يعني اذا ما نحكي خضار وفواكه، كيف بتكون يعني انتم بتروحوا بتشوفوا على الارض كيف بيكون الشغل؟ ليش هالقد سبيشل كل حبه حتى بالشكل منظرها احلى من منظر الفواكه والخضره العادي؟ مثل ما قلت لانه بيستعملوا كل شيء من الارض، يعني اذا بتشوف بتشوف كثير بفرجونا يعني الفرق بين التربه الصويل، يعني التربه تبع المزارع التقليديه والتربه تبع المزارع العضويه. اول شيء غامقه كثير بلونها العضويه، بتشوفيها كثير يعني بتشوف المي بقلبها وبتكون لمبي، يعني بتكون في عده هيك مفخوطه بتحسي رخمه يعني مزبوط هيك مزبوط. وفيها كثير دود بتشوفي في كائنات حيه فيها، يعني التربه اتس الايف، عرفتي شو قصدي؟ سو هيدا كله بيساعد. بالتربه التقليديه بنشوفها مثل التراب ديد، ما في شيء عايش بقلبها، ما في ليفينج اورجانيزم، ما في شيء. سو بيتكلوا على نيتشر، بيتكلوا على النظام الايكولوجي تيعطيهم انه بالنهايه هذا كله نيتشر، كله يعني عطينا اياه، يعني بيتكلوا على البيئه وعلى الطبيعه. بالتقليد بالزراعه التقليديه بيتكلوا على كل شيء اصطناعي وكل شيء مواد كيماويه، يعني في هوموجينيس اكثر بالريزلتس، يعني كاشكال صحي اكثر، صحي اكثر العضوة. اوكي، وبس بيكون شكلهم اذا بدك متناسق، شكله متناسق، هيدا بيساعد اكثر بالبيع، متناسق واسرع. يعني بالعضوه بتاخذ وقت لانه ما في ماشينز، ما في يعني بيستعملوا بعدهم الحمير والاحصنه يعني كرمال. نعم، رح منتابع بهيدا الموضوع، بس بدكم تسمحوا لنا بمحطه اعلانيه، بركن بعده بنرجع بنحكي عن الدجاج واللحمه وبقيه التفاصيل بعد البريك. اوكي. ميسا طيار وميشيلا حبر ما زالوا بضيافتنا اخصائيات التغذيه اللي عم نحكي معهم اليوم عن الاورجانيك فودز. شفنا طبعا عده مواضيع وعده صور لها علاقه بالخضره اللي فينا نستهلكها والفواكه اللي فينا نستهلكها من دون خوف، والخضار والفواكه كمان اللي الافضل نبتعد عنها ونلجا ساعتها بالنهايه الى الاورجانيك فود. بهذا القسم رح نحكي شوي عن الدواجن، عن البقر، عن الاسماك. ما بعرف ميسا اذا بتحبي تبلشي نحكي شوي عن الاسماك. وكيف فينا نحصل عليها وشو الفرق بينها وبين الاسماك العاديه يعني غير الاورجانيك. اوكي، هلا مثل حكينا عن الكلين 15 والمعلبات، السمك والمأكولات البحريه من الفئات يلي مش بالضروره تنجاب اورجانيك. اوكي، ما إلا معنى كمان صرف مصاري على الفاضي. اوكي. ليش؟ لانه بين انه اول شيء ما في شهاده بعد، شهاده اورجانيك على مستوى دوليه او عالميه للمأكولات البحريه. اوكي، بس برضه عم بينباعوا وعم بيقولوا انه هن اورجانيك، يعني عم بيدعوا انه هن اورجانيك. بس يعني هذا الشيء بيخش الكونسيومر. ليه؟ لانه اصلا مش بالضروره يكونوا متبعين معايير معينه، وما بيكونوا تقيموا للملوثات البيئيه يلي هن الميركوري والبي سي بيز يلي هن السموم بيهجموا على الجهاز العصبي تبعنا. بس برضو عم ينباعوا وعم يدعوا انه هن اورجانيك وعم ينباعوا باسعار غاليه. كيف عم ينباعوا؟ يعني مكتوب عليها يعني؟ لا ما ضروري فروزن. كيف عم ببيعوا؟ بيكون مكتوب اورجانيك، اذا مثلا تونة مكتوب عليها اورجانيك، او انواع بعض انواع السمك. بس ما في يعني بعد لهلا لسوء الحظ ما عم بيقدروا يحددوا معايير معينه ويطبقوها على المأكولات البحريه. بنعرف يعني البحر يعني مش ايزي، كل شيء له علاقه بالسمك وبالمأكولات البحريه ما له علاقه بالاورجانيك فود، فناخذها اللي هي العاديه. مزبوط. طيب مزبوط. في اي ملاحظات قبل ما ننتقل للدواجن، في اي ملاحظات فيما يخص الاسماك تنكون نحن حتى بمنقى عن شو بيقولوا التسمم الغذائي وعن سلامه الاسماك اللي عم ناخذها؟ كيف فينا نعرف فيها ميسا؟ يعني فينا ننتبه اكثر على السمك اللي فيه اقل نسبه ملوثات بيئيه وميركوري. يعني
عنا السومون التونة كتير عالية بالميركوري مثلا في الترويت في وحده وفي الاجاج الاجاج مزبوط الاجاج منيح يعني فينا نقول بس واتبل بيستسايدز كمان والبي سي بيز في سلطان مثلا لانه شوي من الاشياء الشائعه بلبنان سلطان يعني ايه ومليفه والعرموط وهدول ولا والبزره يعني كل شيء كمان تعرفي بحرنا كثير بينكب فيه ملوثات والاسمده وميه المجرير كله هونيك هلا حسب على اي بعد عم يصطادوا اكيد كل ما ابعد كل ما اغمق كل ما احسن يعني أوكي. ما كثير في القريدس القريدس كمان نفس الشيء سيم ثينج يعني في كثير ويب سايت فوق صار في هلا بيساعد المستهلك يشوف شو انواع السمك الاكثر شيء فيها ميركوري هلا مثل ما بيقولوا ركوا على الاجاج بهالحاله وهو طيب بكل والسمو ماشي حاله طيب ميشيلا فيما يخص الدواجن والبقر خلينا نحكي بالاول عن البيض كمان لانه البيض دائما في علامات استفهام حواليه كيف بنجيبها كيف بنغسلها كيف بنحفظها والقشره والسلمونيلا وغيره وغيره من التفاصيل يعني بين مزدوجين مره وقت صار قصه الامن الغذائي سمعت وحده على الراديو رح تاخذ حبوب قاطع الشهيه على الاخر شيء ما بتقعد تاكل شيء لترتاح مش معروف بقى شو بدنا ناكل شو بدنا ناكل وشو ما بدنا ناكل هلا البيت كمان كثير مهم ينشرى اورجانيك لانه كمان فيه كثير فيه كثير هرمونز وانتيبايوتكس كيف بده ينجيب هلا اذا نجيب اورجانيك او مش اورجانيك اوكي كثير مهم انه نفس الشيء مثل الخضره اضرب شيء ممكن يعمل الواحد يغسل البيضه ويحطها بالبراد لانه عم بفوت كل الانتيبايوتكس والبيستسايدز والبكتيريا والسلمونيلا لجوات البيضه لانه في البورز افضل شيء بتجيب بس تش البيض فور اكزامبل يتغسل مظبوط يضل برات البراد إذا فينا نخليه بلاط البراد إذا كان كمية صغيرة أكيد إذا واحد شاري ستة بس إذا كمية أكبر بس بياخذ كلينكس بمسحها وبحطها بالبراد وقبل ما بده يستعملها في يغسلها ويقليها بس دغري يستعملها أوكي يعني بس هاي الشغلة عن البيض كثير مهمة عندي بس سؤال يعني للي عم بيشوف هلا تنفهم أكثر الموضوع الخضرة عم بتقولي غسلوها بوقتها طيب أنا إذا غسلتها ونظفتها كثير منيح وضبيتها والبيضة غسلتها ونظفتها كثير وليش بده يرجع يضل في نظفتيها من برا من برا ليه بده يرجع يفوت ما أنت عم بتغسل شو عم بيصير شو عم بيصير بس كون عم بتغسلي فتحت المسامات ما هي أوريدي نظيفة نحن أوكي ما بيبين للعين بس بتشقق تفتح والبيضه ها هي قشرتها من برا يعني وكله بيكون بتلاحظي عليها شويه تراب عليها شويه يعني وسخ وانس نظفتيها بالماء او بالصابون عم بتفتحي هالبورز وعم بفوتوا لجوا بس ما بنشوفهم اوكي احنا. اوكي اثناء التنظيف يعني بهيدا الحاله وبتساعدها اكثر وبتبقى بالبراد وبتراكم البكتيريا جوا بيبقى جوا يعني بس نحطهم بس دغري نسلقهم او ناكلهم ساعتها كل حال انا كمان سامعه انه البيض افضل تضل بعلبته مثلا في منهم العلبه عرفتي اللي بتتسكر بدل ما نحطهم بالرف مصفصفين بالرف ما بيسوى لانه ما عم بياخذوا هن اهم شيء يكونوا جوا تتحافظي عليهم لمده اطول بدهم ياخذوا حراره كتير واطية البراد لأنه دايما بنفتحه ومنسكره باب البراد كتير عم بيتعرض ل different temperatures سو كتير مهم إنه البيض ما ينحط محل محل على البراد أو على باب البراد لازم ينحط جوا وبيبقى بالكرتون وبالكلينكس يتمسح طيب بس بالكلينكس هلا بهيدي الفترة وبمناسبة الأعياد بيتلون كثير البيض بنسمع يعني عدة أشخاص وتناقضات بهالموضوع إيه شو فيها بتتاكل البيضة سلقناها وهي من برا القشرة في ناس بيقولوا لا بس تتلون البيضة مش لازم ناكلها من خبرتكم شو بتنصحوا هلا كل واحد بيعرف بس يفتح بس يقشر البيضة عم بفوتوا لجوا يعني بتشوفيها ملونة من جوا كمان في زياح تلوين هلا انا بفضل انه يرجعوا للطريقة القديمة بالبصل بالبصل بشمندر ليش لا اوكي اثبت من الاشياء الملونة لازم نرجع لورا
هاي هي لازم نرجع لورا. لو ما نحن بدنا عم بخلونا بقلشة وقشة نرجع لورا كرمال لو كرمال البيئة يعني بالنهاية لازم نرجع لورا. اوكي الاورجانيك اكس موجودين متوفرين كمان عندنا اورجانيك اكس بلبنان. اوكي فيما يخص الدواجن اللحم البيضاء اللحم الحمراء كل شيء هلا البقر والدجاج كمان فيهم كثير هرمونز بنعرف عم بيعطون هرمونز كثير وعم بيعطيهم انتبيوتكس كثير بس الشغله المنيحه بهالشيء انه فينا نعرف انه اكثريه الكيميكلز والهرمونات عم بيتركزوا بالفات تبع البقره وتبع الدجاج سو افضل واحد ينقي اللحمه تكون هبره يشيل كل الدهن عن اللحمه واذا بده ينقي الدجاج اكيد يشيل الجلده قبل ما يطبخها ويركز على صدر الدجاج مش على فخذ الدجاج يلي فيه كثير فات. اوكي. سو هون بنكون خففنا كمية الهرمونز والباستسايدز اللي بفوتوا على جسمنا. لأنه هي بتعلق بالدهن. بالدهن. سو بدنا نجرب ننقي قصص قليلة الدهن. اوكي. بينما الأجبان والقلبان كمان صار في أورجانيك بلبنان ومعمولين بلبنان وأخذين السيرتيفيكتس وكل شيء. أجبان وقلبان العادة لأنه فيهم كثير أنتيبيوتكس ولأنه بناكلهم كثير ودائما ترويق غدا عشاء أوقات. فكتير مهم انه يا اذا ما بنقدر يعني افضل ينشروا اورجانيك في منهم لو فات وفي منهم عاده كامل الدسم كمان بالاورجانيك هيك مقسمين هلا اورجانيك يوجلي طبيعي ما بيعملوا لو فات قليل يعملوا لو فات اورجانيك بكم شغله بقى مصدرين من برا بس لوكلي لوكلي كله هول فات عم بيكونوا نحن قضيت معهم بهيك قال لحتى عملوا هالافورت وصار عندهم شيء احسن بالنهايه ينجاب هول فات وتعرفي شو عم تاكلي ونضيف ما طيب لحتى نتاكد انه هالشيء اللي عم ناخده اورجانيك اتس ترو اورجانيك حقيقي في عدة ليبلز وعلامات رح منشوفهم تشرحوا لنا اكثر عنهم هلا مثل ما قالت ميسا اوقات مثلا على السمك بيقدروا يكتبوا اورجانيك بس انه بنعرف انه اتس نوت اورجانيك المستهلك لازم يعلم حاله انه في كم لوجو ينتبه عليها هيدي اللوجو لكل شيء جاي من امريكا هيدي يو اس دي اي اورجانيك يعني اخذ الشهاده بامريكا باوروبا في كذا شهاده يلي هن هولي مثلا من فرنسا ولندن وكل شيء هولي بتلاقيهم هون هولي بفرجوك انه كمان اخذين الشهاده وبلبنان سمك تحت اذا اوكي وبلبنان في كمان مثل ما قلنا انه بيكونوا اخذين الشهاده هلا من الليبانسيرت اوكي بس بعد ما بلشوا هلا ببلشوا في غير شركات بس ليبان صارت هي من اول وحده رح تبلش هلا وبتصفي انترناشونال وعالميه وبتصير تصدر كامل البرودكت تبعنا لبرا وهي شغله كثير منيحه لكن لحتى نختصر او نلملم نرجع الموضوع من اساسه اللحمه والدجاج اذا شلنا الدهن بنكون نحن تقريبا اون ذا سيف سايد فيما يخص الماكولات البحريه ما في اورجانيك ونون اورجانيك كنا عم يضحكوا علينا اذا بقولوا لنا هيدا اورجانيك رح نرجع بليز رنا شوف منك الكلين والديرتي دازن ديرتي هيدولي افضل ينشروا اورجانيك هدول افضل اورجانيك ناخذهم هيدا الليسته اللي شايفينها قدامنا اوكي وبنرجع بنشوف الصوره من بعدها اللي فينا ناخذهم مش اورجانيك نوت اورجانيك بنكون وفرنا من هالناحيه بنرجع بنشوفها لحتى نختم الحديث مع حضرتكم هيدي هي الكلين 15 جددوها هلا بال 2011 اوكي ونصايح كمان جديده ما تغسلوا الخضره والفاكهه وتحطوها بالبراد قبل ما تاكلوها بشوي غسلوها تنقدر نحفظها لفتره طويله على امل تكون بمتناول الجميع على كل الاصعده اول شيء بالنسبه للاماكن وبالنسبه للاسعار بالدرجه الاولى ويصير منتشر اكثر واكثر الاورجانيك فود هيدا اللي بنتمناه لصحه أكيد. وسلامه كل الناس نحن ما نشكر كثير حضوركم معنا ميشيلا هابر ثانك يو ميسا طيار اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله لقاءاتنا بتكون كمان متكرره مع حضراتكم للاستفاده وللتنمير ثانك يو ميرسي مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالموضوع رح نتوقف مع بريك صغير من بعده غريس بتلاقيكم مع ميريلا زكار واكيد الموضوع رح بيكون عن فن الرقص